بريات محمد صلى سيد الكائنات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه القادات وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل رفيع الدرجات وآلهم وصحبهم والتابعين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وكان ممن أظهر الله من سرج عترة المصطفى محمد وأهل وراثته التامة الخاصة شيخنا الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى عليه رضوان الله الأكبر وجمعنا به في أعلى مستقر وضاعف البركة لنا في أولاده وأحفاده وأصباته وأحبابه وتلامذته وكتبه وآثاره إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وكان عمادا من أعمدة هذا السند سند بني علوي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن القلوب التي اختصها الله بوعي أسرار من أسرار الوحي والتنزيل والدلالات والإشارات في قول الرحمن وبلاغ سيد الأكوان محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأتى عقل واسع يغوص به على المعنى القريب والشاسع ويدرك به الغايات في الشؤون المعارف وشؤون المرادات وشؤون الدلالات وشؤون الإشارات وشؤون المفاهيم الربانيات التي يهبها الله أهل القلوب الطاهرات مع خروجه من وادي حضرموت وهو في سن الشباب لم يزل في ترقي في فسيح من الرحاب في فهم أسرار الخطاب وأسرار الآداب وأشرف بعينه وعقله على أحوال الخلائق في هذا العالم واختياراتهم ومساراتهم وأفكارهم في جوانب أهل الدنيا وما يبصقون إليه وما يقولون وجوانب أهل الدين ومراتبهم في الفهم وفي اليقين وفي المعرفة وفي التمكين وانتهى إلى إدراك منة الله العظيمة في اتصاله بهؤلاء الأكرمين من سلفه الصالحين عليه رضوان الله تبارك وتعالى فكان مثالاً لمن أدرك ولمن وعى ولمن فهم ولمن أنصف ولمن قام بحق أداء الحقوق والأمانة للقريب والبعيد مع سعاه في التعامل وسعاه في الخلق وسعاه في جمع الله له في ذاته أوصاف تفرقت في صالحين وتفرقت في عارفين وتفرقت في مقربين جمعها الحق سبحانه وتعالى لا وآتاه يقيناً وتمكيناً بعد أن أدرك واطلع هنا وهناك فآتاه الله هذا العقل الواسع والقلب النظيف الطاهر والأدب مع الرب جل جلاله والأدب مع حبيبه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله والرافة والرحمة للمسلمين وإيثار الله على ما سواه مع بسط في الإنفاق وكرم في الأخلاق وسعى في الفهم عن الخلاق جل جلاله واحتواء واستيعاب للخلائق بأصنافهم وتخلق بالأخلاق الكريمة الفاضلة فكان من نعمة الله تبارك وتعالى علينا أن لقيناه وأن رأيناه وأن جالسناه وأن اتصلنا به وأن أخذنا عنه والله يحققنا بذلك ويسلك بنا أشرف المسالك وهي الاتصالات التي كانت بينه وبين الأئمة الكبار وله اتصال بمختلف الأسانيد وحضرنا معه عند الشيخ محمد ياسين الفاداني تبادلهم الإجازات مع الموجودين من العلماء الوافدين في ذاك العام في عام 1403 إلى مكة المكرمة أو عام 5 كان إلى مكة المكرمة في موسم الحج وتبادلوا الإجازات وقال إن الأيام هذه مسند الدنيا محمد ياسين الفاداني لما جمع من الأسانيد على مدى سنين لكل من علماء الحرمين وكل من وفد إلى الحج على والعمرة على مدى السنين الطويلة من علماء الشرق والغرب كان يلتقي بهم ويأخذ الأسانيد والإجازات عنهم فاجتمعت في الحبيب إبراهيم وله بعد ذلك اتصال بالمسند الكبير علوي بن طاهر الحداد وشيخه الذي له مكانة خاصة لديه وكان يذكره عند وفاته وهو في ماليزيا في أرض جهور عند الوفاة يذكر الحبيب إبراهيم هذا تلميذه الذي ورث منه ما ورث من الأسرار الكبيرة قال للحبيب إبراهيم وقد رأيت
أن صدر الحبيب علوي بن طاهر الحداد انفتح لي فدخلت فيه فقصصت الرؤيا عليه فقال وأنا رأيت أن صدر الحبيب أحمد بن حسن العطاس انفتح لي ودخلت فيه وأن الحبيب أحمد بن حسن لما قصصت عليه الرؤيا قال وأنا رأيت أن صدر الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس انفتح لي ودخلت فيه قال وإن الرؤيا مسلسلة إلى من فوق وكلهم صدور من صدور في صدور عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكان اتصال شيخنا الحبيب محمد بن عبد الله الهدار به الاتصال الوثيق ومصاهرته له وتردده إليه وتردده هو إلى البيضة. في أول مرة لقيناه في عام 1402 في البيضة عندما جاء حثنا على الزيارة إلى تعز وترددنا مرات كثيرة وشرفنا الله بالجلوس بين يديه عليه رحمة الله تبارك وتعالى. جمع الأسانيد وجمع المحامد وجمع المكارم وجمع المفاهيم وجمع العلوم. وقد سبق بالزيارة إلى تعز الوالد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سنين قديمة مر عليه وما جلس عنده بعض الأيام حتى كتب له بخطه الحضرة المنسوبة للشيخ عبد الله بن أحمد بن سودان حضرة شيخه الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار عليهم رحمة الله التي تقرأ يوم الثلاثاء عندنا. وهناك قرأ أولاد الحبيب إبراهيم عليه وقال لي نذكر عندنا في المسجد الفلاني وأنه ما نعهد الناس يبكون لما تكلم والدك بكوا. وكان له أنه يحب بقاءه عنده ولكن مرتبط الوالد ببعض المواعيد والارتباطات فأحب يسافر في يوم فقال له وقد خرج وإياه إلى المطار قال له أحسن يا محمد اليوم اللي تتقدم الطائرة على وعدها وتطير عليك وترجع أنت عندنا. قال له لو كان عندي فرصة طويلة بأجلس معكم ولكن جينا لسبب نوصلوا تحت المطار والطائرة تطير. قال شو سمع صوت الطائرة قال أنا تحب المزح يا إبراهيم أنت هكذا تصلح لنا وطارت الطائرة ما شاء الله يرجع ويقعد باقي أيام حتى يرجع ثاني مرة إلى موعد آخر للطائرة وكانت الطائرات قليل في تلك الأيام. وهكذا ولم يزل ويظهر الله سبحانه وتعالى له من الكرامات والكشوفات ومعاني ولكن الاستقامة أعظم كرامة والإرث لأسرار هؤلاء الذين قال في منظومته وبذا قد اجتمعت لنا أسرارهم ولنا رجاء في وصال سعادي عليه رحمة الله تعالى. كتب خطه عند المنظومة هذا سعاد منتهى مراتب المعرفة بالله هذه سعاد ولنا رجاء في وصال سعادي عليه رحمة الله وأعلى الله له الدرجات. ثم بعد غيبة عن الوادي الميمون نحو 60 سنة جاء وزار في آخر أيامه وتردد إلى البلد الميمون وإلى المسيلة وإلى الوادي وما فيه ثم عاد عليه رحمة الله حتى اختاره الله وكان في يصادف في هذا الشهر وفاته في مثل يوم الثلاثاء الماضي الذي كنا غائبين عن بشعب النبي هود فتأخر الاحتفال بهذه الذكرى إلى هذا اليوم. أعلى الله له الدرجات وجمعنا به في أعلى الجنات وضاعف لنا الخير والبركة في آثاره وأولاده وأحفاده وأصواته وتلامذته وما أجر الله من الخيور على يده في الحديدة وفي تعز وفي العالم وفي أهل الظاهر وفي أهل الباطن. الله يضاعف ذلك ويسر قلبه بما يؤتيه من واسع الإفضال وجزيل النوال. كان يقول لي إن لم أدرك والدي يقول وتوفي وأنا صغير ولكن اللي يعرفون والدي يقولون لي إذا بتشوف والدك شوف عمك سالم بن حبيب قال صورته تشبه صورة والدي. قال أنا كنت أتشوف كثير في حبيبك سالم من شأن أنه يشبه صورة والدي كما أخبروا الذين يعرفون والدي. وقال فكنت أحدق النظر دائم في وجه حبيبك سالم من أجل هذا الارتباط. والروابط قديمة والروابط عظيمة وبها يرتبط كل مقبل على الله بالصدق والإخلاص في هذه الساعة التي أخذ فيها شؤون الأسانيد كلها وخصص في هذه المنظومة سنده من طريق آل بعلوي من شيوخه آل بعلوي سلسلة إسنادهم إلى الحبيب الأعظم. ثم يقول أيضا فيها في اتصالهم بأسانيد الدنيا فجميع أهل الصدق والإخلاص من أشياخنا كانوا بأي بلادي نروي الشريعة والطريقة والحقيقة عنهم بالنقل والإسناد وبذا قد اجتمعت لنا أسرارهم ولنا رجاء في وصال سعادي. الحمد لله على ذلك فالله ينفحنا وإياكم من نفحات الخير والقرب منها الخير ويجزي عنا مشايخنا خير الجزاء
ويضاعف لهم أجورهم ويضاعف لهم مثوباتهم ويضاعف لهم العطاء من عنده على كل ما نظروا إلينا وعلى كل ما دعوا لنا وعلى كل ما أرشدونا وعلى كل ما بينوا لنا وعلى كل ما نبهونا وعلى كل ما وجهونا. وفي مظاهر من مظاهر محافظته على السنة ودقته في النظر في السنة. يحكي حفيده هذا عندكم سيد هاشم بن سهل بن الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل، آخر عمره وقد ضعف قواه الحسية ومرض ويوضي في بعض المرات، وجاء بعد غسل الوجه يريد يرفع الكم اليد اليمنى، قال لا ارفع هذا أولا ثم رجع إلى ديم، قال هذا ليس لبس يقدم فيه اليمين، هذا نزع يقدم اليسار فيه، قدمه ويرفع هذا بعدين يرفع الكم هذا وغسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى بعدين رد الكم الأيمن أول والأيسر ثاني، النزع للأيسر أول. فما تفوتوا هذه الدقائق في كيفية التطبيق السنة، وهو في مرضه وفي آخر عمره وفي شيخوخته عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وجمعنا به في أعلى الجنة، سر قلبه بما يتينا في مجمعنا هذا وبما يفضل على جميع من وألاه في الله ومن أحبه في الله ومن اتصل به، وجمعنا وإياهم أجمعين في دار الكرامة ومستقر الرحمة وهو راض عنا، ونسمع من حفيده عندنا كلمتين يذكرنا بها.